بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني أبائي. الموضوع ده أنا الحقيقة خدت فكرته من كتاب في الإدارة، أظن أنه في الإدارة، Leadership and Management، اسمه From Good to Great. ساعدني في واحد من أقرب ولادي لي، أنا خدته بطريقة روحية. الكتاب المقدس يعمل لك الحتة دي. أنا أفترض أن كل واحد فينا he's good. زمان لما كنا يعلمونا في المدرسة يقال أنه في البلاد دي لما كانوا يقولوا how are you تقول thank God، وبعدين تغيرت بعدها بشوية، ربنا تركن فازيك I'm fine thank you، ما فيش ربنا، بعد شوية good. فاكرين تالي بتسمعوها كتير دلوقتي في أمريكا، بقى حتى good مستخسرينها، فبيقول لك ايه okay، دلوقتي بقت كي بس، كارثة يعني. أنا بحسها كده ماشية، بقت ازيك كي، مش فاهم، بس هي بقت كده. لكن أغلب الناس لسه ما تقول له ايه الأخبار يقول لك good، وانت في نظر ناس كتير you are just good. الحين الكتاب المقدس مش قابل كده، عاوز ياخدك من good to great. طبعا الكتاب الأصل اللي طلع كان مقصود بيه ازاي تطور company من مؤسسة ناجحة إلى مؤسسة عظيمة متميزة، ده أصل الكتاب، وده هتلاقوه كتاب يعني عالمي مشهور، وياريت تقروه بالذات اللي ليهم شغلة إدارية هيستفيدوا منه جدا يعني. تعالوا نعيش الفكرة، لأن أنا اكتشفت أن ليها أصل كتابي عميق جدا. أول وصية جت بعد سقوط الإنسانية مرتبطة بالمعنى ده. بصوا يا جماعة، أول وصية جت بعد ما الإنسان وقع، ربنا وعده قال له من نسل المرأة يأتي من يسحق رأس الحية، وسطر عليه بالذبيحة ولبس الحيوانات، جلد الحيوانات إشارة للذبيحة، وطرد آدم وحواء. وبعدين جت قصة هابيل وقايين، قدموا ذبائح. أنتوا فاكرين هابيل قدم حاجة حلوة قوي، قايين قدم كلفتة، ما قدمش ذبيحة زي ما آدم وصيهم حيوانية، قدم من نتاج الأرض. فقايين سقط وجهه، سقط وجهه، دي بتحصل مع ناس كتير قوي. يعني إيه وشه يقع؟ لا، هو مش وشه يقع، هو بيبص في الأرض، هو بيكتئب، هو متضايق. ليه؟ لأن في حد أحسن منه، في حد أشطر منه، في حد سبقه. ربنا يسوع له المجد حايل قايين وقال له كلمة جميلة قوي، قال له if you do well if you do better will you not be accepted إن أحسنت أفلا رفع. يعني إيه؟ you can do better، انت ممكن تطلع من مستوى good لمستوى great، لان ربنا يسوع عاوز كل اللي تعمده، كل اللي محسوبين عليه ما يبقوش just good. there are many good people but there are very few great people. وانت your mission in life to be great not to be good. ليه؟ لانك انت اللي فاهم انك اتخلقت على صورة الله، والمسيح جه ورجع لك الصورة بالفداء. يعني كل قضية الخلاص ازاي المسيح رجع لنا الصورة اللي راحت مننا، قوة المسيح اللي فينا، جمال الخلق الأول، شال التشوه اللي حصل عشان يعيد إلينا العظمة اللي راحت مننا. So you need to be great. You have to. لأن الروح القدس اللي فيك ما يخليكش good، يخليك great. تعالوا نعيش الفكرة دي. قال الرب لقايين لماذا اختصت؟ أغلب الناس متغاظة لأنها just good. كل الناس بتاخد، عارفين يعني، حتى كان في كلياتنا زمان جيد، هو جيد دي لسه فيها حاجة جيد جدا وفي امتياز، عندنا في مصر كان كده، ما عرفش عندكم، اللي هي بقى الـ A student أو A plus، كمان الـ B مش عارف A والـ C A والـ، في حاجات كتيرة أغلبنا عايش في البي والسي كده يعني. فمتغاظ، nobody satisfied لأنه
هو شايف ان في ناس جريت. لماذا اغتصت؟ لماذا سقط وجهك؟ ان احسنت افلا رفع. بعدين كملها وقالها بالطريقه العكسيه، وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابضه اليك اشتياقها وانت تسود عليه. كلنا عارفين انه قايم ما سمعش الكلام، نزل لتحت ما طلعش لفوق، وده اللي المسيح شاور عليه. قال له you can do better، لكن if you do not do well، لا في تدهور هيحصل. واغلبنا اللي بيقف عند مستوى الجود ما بيكملش كده، يا اما هتبص تبقى جريت، يا اما هتنزل وتبقى ماتش less than good. وده اللي بيحصل كل يوم في حياتنا الشخصيه، في خدمتنا، في اشغالنا. You can never stay as good. لو فكرت في حياتك، يا بتطلع لفوق يا بتنزل لتحت. اولا ما تتغاظ من الوضع الحالي، بس اعمل حاجه. فكره ان واحد متغاظ ان في ناس انجح منه، في ناس خدمتها احلى منه، في ناس حياتها شكلها الطف واجمل، انت ليه متغاظ؟ انت ليه بتبص بره؟ اعمل حاجه بدل ما تفضل متغاظ. You can do better. للأسف أغلب البشر they do not do anything، لكن هم عايشين في حكتة الغيظ. I'm not happy عشان ما عنديش اللي عند غيري. You don't do anything، أنت بس قاعد متحصر ومتغاظ. كمان دي معناها You can be better. You can do better so you can be great. هنطبقها يا جماعة على الحياة الروحية، على الصحة، على الخدمة، على العيلة، على الشغل، كل الـ aspects of life. You can move on from good to great. ينفع حياتك الروحية اللي هي okay، غالبا الحياة الروحية كي بس، يعني مش جايبة الـ okay، متلصمة يعني، تصلي مش عارف ايه، تقرأ ايه، لا هي حتى مش جايبة good، لا بس المفروض تبقى الحياة الروحية great. أقوى حاجة ديكوا شايفين موسى لما كان مستمتع بالخلوات الطويلة. بصوا موسى ده عمل ايه في التاريخ؟ حاجة مش طبيعية. لما المسيح يستدعيه في التجلي، ده معناه ان موسى ده مش اي حد، ده له مكانة خاصة جدا. يعني الصحة good، it could be better. الخدمة good، could be great. العيلة fine، good. لا على فكرة، وانت في عيلتك دي ممكن مستوى الحياة، المتعة، السلام، العلاقة تبقى not just good، ممكن تبقى much better. تبقى علاقتكم كزوج وزوجة great، علاقتك كأب بعيالك great. كم واحد بيبص للسلمة اللي فوق منه دي؟ طبعا الشغل يستدعي نفس الكلام. So how's life? It's not just okay، it could be excellent. إن لم تحسن، قبل ما أقول لك هنعمل إيه عشان نتحرك من good to great، من جيد لممتاز مثلا أو لعظيم، خلي بالك في تحذير قاله ربنا. قال له you can do well or you can do better and if you do not، خلي بالك بقى ده في مشكلة، في مصيبة على الباب، في bad desire على الباب، في حاجة بتشد لتحت. انت لو ما شدتش نفسك لفوق، في فاكتورز كتيره قوي بتشد لتحت، وده اللي بيحصل في حياتنا. يعني لو ما ركزتش في اسعاد مراتك، البيت ده بعد كم سنه هيتهز، لان في ماني فاكتورز ويل تيك يو داون، وهتلاقوا مشاكل من الهوا. لو ما ركزتش كأب مع عيالك، في كام فاكتور هيسرقوا عيالك منك لانك ما ركزتش. فان لم تحسن، في bad desires، في other factors will get you down، هتزقك لتحت. عند الباب خطية رابطة، عند الباب يعني قريبة قوي، لسه لغاية دلوقتي you can rule over it، انت تسود عليه. في negatives بس انت لسه تقدر تسيطر على الميديا، تقدر تزود صلاة، تقدر تعمل حاجات كتير قوي توقف الديزايرز دي على الباب، والفاكتورز الوحشة دي ما تدخلش حياتك. إذن always خليك فاكر أنه ممكن يحصل تدهور في الشغل، في الخدمة، في الأسرة، في حياتك الروحية،
حياتك كلها ممكن تبوظ أكتر من كده. لو قلت لي حياتك بايظة ممكن تبوظ أكتر، ولو بايظة تتصلح، ولو متصلحة ممكن تبقى from good to great. المشكلة دايما في طريقة تفكيرك، أنت بتفكر في إيه؟ شايف الأمور إزاي؟ لو أنت شايفها مفيش فايدة يبقى اللي أنت بتسمعه ده تضيع وقت. لا، ربنا حاطط مبدأ وما بيتغيرش، إن أحسنت أفلا رفع، just do anything. فما تقولش مفيش فايدة، شايف العيوب كلها في اللي حواليك مش في نفسك، مفيش فايدة، يبقى فعلا مش هتتغير. ليه؟ الدنيا مش هتتغير وانت قاعد تتفرج عليه، لما تغير في نفسك تقدر تغير في الدنيا اللي حواليك. وهي دي أول خطوة from good to great، انك تبتدي تصلح في نفسك، طريقتك، طبعك، طريقة تفكيرك، برنامجك، أولوياتك، شخصيتك، طريقة كلامك، نظرتك للمستقبل. كل ده لو اتغير بيتك هيتغير، شغلك هيتغير، خدمتك هتتغير، رسالتك في الحياة هتكبر قوي from good to great. المعنى ده قاله بولس بطريقة تانية، قال من يظن أنه قائم، قائم يعني just standing، واقف، فلينظر لألا يسقط، take heed lest he fall. وعلى فكرة لما تقول لي أنا مشاكلي كتيرة قوي، حط القاعدة اللي قالها الكتاب، لم تصيبكم تجربة إلا بشري. لما تيجي بمشكلة في شغلك تقول whatever المشكلة، لا، الحقيقة هو كل الأشغال فيها الحاجات. ما تيجي تقول لي أنا ومراتي أصل في ضغط، الحقيقة كل البيوت فيها كده. تقول لي ابني تعرض في المدرسة، هو كل الجيل بيتعرض لكده. فاوعى تفتكر أنك أنت الوحيد المظلوم اللي مقهور، اللي ملطشة معاك، اللي ربنا مستقصدك. لا لا لا، الحكاية مش كده، أنت زيك زي بقية البشر. You are just passing through يعني hardships, hard times like others. لكن you can do better. الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. يعني دايما في way of escape، المنفذ، way of escape. خلي بالك لو في مشكلة كبيرة، في نور في حتة، في tunnel، في channel، في حاجة ممكن تتعمل. لكن تقعد بس تقول تجربتي كبيرة، لا لا. وده اللي عمله قايين، ذنبي أعظم من أن يحتمل، وقعد بيعملش حاجة. قايين هلك وكل ولاده لأنه خدهم في حتة بعيد عن ربنا وتدهور جدا، وصار هو ده أساس الطوفان على فكرة. خروج قايين بعيلته، بعده عن ربنا، الوثنية زادت جدا لغاية ما وقت نوح ربنا قال كده كفاية. نفس المبدأ اللي بتكلم فيه وهحكي في تفاصيل دلوقتي، قالوا رب المجد يسوع بقاعدة، طبعا هي قاعدة روحية لكن تنطبق على كل نواحي الحياة. من له، خلي بالكم من له بعدها علامة، بعدها نقطة، من له، من له whatever. To everyone who has a, has whatever. عندك إرادة، عندك رغبة حلوة، عندك هدف في الحياة، عندك talents، عندك gifts، عندك mission in life. Who has more will be given. فاللي بيحاول بياخد. هي نفس المبدأ، إن أحسنت أفعل رفع. Did you try to be great? You did not. أنت وقفت عند مرحلة وبتلصم فيها. الحياة ربنا عاوزك أكبر من كده وأحلى من كده، أجمل روحيا من كده، حياتك أحلى، علاقاتك أحلى، رسالتك أحلى، عشان تدخل السماء منور، لأن ربنا عاوز كل ولاده ستارز. تعبير نجم يمتاز عن نجم في المجد، معناه ربنا عاوز كل عياله نجوم، ستارز، مش عاوزهم مجرد كده إيه يعني نكرة تعدي أيامهم ما حدش يحس بيهم. من ليس له، again from him who does not have ولا أي حاجة، ما بيعملش حاجة. There is no trial to improve anything in your life. عشان كده أنت واقف محلك سر، بتقول أنا تعبان مع مراتي. What did you do؟ تعبان مع عيالي. How many trials you tried؟ تعبان في شغلي. أوكي، عملت إيه؟ وبتعمل إيه؟ وهتعمل إيه؟
لأنه إن أحسنت لازم فيه رفع. تبدأ القصة دايما بمواجهة الواقع. تعال نقول you are good now. هفترض أن كل واحد عارف كلمة معقول، أهي ماشية كويس، ما دي الكلمات المعتادة اللي هي الأفريج يعني. أوكي، هفترض أن بيتك أفريج، أسرتك أفريج، خدمتك أفريج. لا، wait a minute. لازم تعرف بالضبط الواقع اللي انت فيه ده وتحلله. العالم كله النهاردة بيتكلم في حاجة مشهورة اسمها التقييم بالنتائج. يعني ما تقوليش الفلاح صرف قد ايه وتعب قد ايه، قولي طلع شجر مثمر ولا ما طلعش. المصنع في الآخر في كام عامل وتصرف عليه ايه وامكانياته ايه، قولي كسبت ايه لما بعت المنتج، مشي في السوق ولا ما مشيش. هتم الآخر، عارفين هتم الآخر؟ هو الحياة كل الكلام كده. ما تقول لي البيت، أقول لك من الآخر مراتك سعيدة؟ لو مش سعيدة بقى عندك مشكلة. هتقول لي ما هي ماشية، هي ماشية بس هي مش سعيدة. تقول لي ولادي في الكنيسة ولا مش في الكنيسة؟ لا، معقولين. لا، معقولين دي مش إجابة مريحة، ده أفريج، ده خطر. عيالك لو كانوا معقولين بعد سنتين هيكونوا برا الكنيسة. هو ده اللي بيحصل لو ما حطيتش بلان. تعمل ايه عشان يبقى عيالك مش مجرد عيال كويسة؟ لا، لازم يبقوا قديسين عشان تقدر تغير في الأمور. نتائج الحياة الروحية بتتقاس بإيه؟ الكتاب المقدس حط لنا مقاييس صريحة. ثمر الروح. هتقولي بصلي، بقرأ الإنجيل، بخدم، أوكي، هتم الآخر، محبتك زادت؟ هو ده أهم سؤال. ولا نقصت؟ ما هي لو نقصت يبقى حتى الصلاة والإنجيل والخدمة فيهم دفوهات، لأنه من الآخر محبة، فرح، سلام، طول أنا، ده الأساسمنت، ده الإيفاليويشن. دي النتائج اللي المفروض تقيس بيها كل اللي بتعمله مع ربنا. الحاجات دي لازم تكون زادت. زرعت، تعبت، صليت، بس في الآخر السلام زاد ولا ما زاد؟ طولة البال زادت ولا لا؟ السلف كنترول، التعفف زاد ولا لا؟ ثقة في ربنا زادت ولا لا؟ دي ثمار الروح. واضحة؟ يبقى الإيفاليويشن سيمبلي بالفروتس اوف ذا سبيريت. طيب لما تتكلم عن نتائج الخدمة، مرة بسأل أمين خدمة شباب في كنيسة، بقول له إيه أخبار الشباب؟ يقول لي بنعمل مجهود فظيع. أوكي، بتعمل مجهود، ربنا يعوضك. الاجتماع فيه كم واحد؟ سكت شوية، قال لي 5. قلت له المفروض بتخدم كم شاب؟ قال لي 300. قلت له wait a minute، whatever المجهود اللي بتعمله، انت عندك 5 بيحضروا، 295 ما بيحضروش، في حاجة غلط. انت مكمل في اللي انت بتعمله بالظبط زي ما هو؟ اديني عقلك، هتفضل تكمل في نفس اللي بتعمله والنتيجة كده؟ شوف لك حل. بما فيها سيب المكان وشوف حد تاني ياخده، يمكن حد يعمل شغل أحسن حتى لو وصلت لكده. فاهمين؟ لا، احنا بنتكلم في خلاص الناس. يبقى ما اقدرش اغمض عيني عن حقائق ان مثلا الشباب ابتدى يطلع من الكنيسة بدرجة. دي حاجة المفروض ما تنيمناش كلنا. ليه؟ دي ريزلت، دي أرقام، والأرقام في الكتاب في سفر اسمه نمبرز، معناها ربنا respecting the numbers. فما ينفعش تكلمني من غير أرقام. البشر دول مش أرقام. كنا لسه قاعدين مع قداسة البابا فعلمني درس جميل وسط كلامه كده، قال لو طلع لي رقم على الشاشة في أي يعني ريبورت للكنيسة، رقم صحيح يعني 300 350، يعني مقربين العدد، أنا بعرف أن كل ده مش دقيق. عارفين ليه؟ هو في حاجة اسمها تقرب العدد في البشر؟ تقرب في الفلوس ماشي، 95 دولار أهي 100 دولار وخلاص، سيب الباقي بقشيش. هو في بقشيش في البشر؟ هي 97 زي 99 في البشر؟ في 2 نفرين، نفرين بني أدمين، واخدين بالكم؟ فما ينفعش تقرب الأرقام.
دي ما تجيش في البني ادمين. بدليل المسيح لما عدوهم طلعوا 99 he never considered them as 100. فهمتوا المعنى؟ عمران المسيح بصلها انها زيها زي المية، لا 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 هي 99. وبالتالي في مصيبه اسمها one lost. مصيبه؟ امال انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اذا كانت دي بالنسبه للراعي الصالح مصيبه، لا عندنا بقى كارثه. نتائج الشغل بتشتغل وبتتعب اوكي، بس الحقيقه النتائج ضعيفه، مفيش اكسبانشن، مفيش سكسس انديكيتورز واضحه. ويت ا مينيت، التعب ده كله، ما اي موظف بيجي يقول لك ده انا بيطحنوني. الحقيقه مقربوا يرفدوك، الموضوع انت مش واخد بالك، لانك انت يو ار وركينج هارد بات يو نيفر ورك سمارت. انت مش باصص على الهدف، انت عمال تنجز زي الكلام بتاع زمان ده، والحقيقه هم مش شايفين انتاجيه. الانتاجيه هي اللي تقول الشغل ده يستاهل ولا ما يستاهلش، لان في الاخر انا فرحان انك بتشتغل وبتتعب، بس ده لو بتتعب عند ربنا هيكافئك. بس خلي بالك، if you deny the results you will never move on. عمرك ما هتتحسن لو مش راضي تشوف الواقع والنتائج. نتائج الأسرة، انتوا بتتخانقوا كل قد ايه؟ العيال طالعة شكلها ايه؟ العلاقات شكلها ايه؟ مستوى اللذة والمتعة والفرحة والسلام في البيت شكله ايه؟ هو ده، دي علامات. يعني ربنا لما ده حول آدم الحياة ما جابلوش مصيبة ولا كارثة، جاب له واحدة تسعده، وكان فرحان ان هما بيحبوا بعض لغايه ما دخلت الخطيه، بقوا يتهموا بعض. لكن احنا دلوقتي نقدر نرجع الاسره تبقى مثاليه والتربيه مثاليه وتبقى كل يدخل السماء. عشان كده في تعبيرات في الكتاب، examine yourself، جربوا انفسكم، test yourself، امتحنوا انفسكم. do you not know yourself؟ بصوا التساؤلات دي كلها قد ايه دقيقة. انت مش فاهم نفسك، انت مش عارف نفسك، انت شايف الواقع ولا لا؟ انت كان ممكن تبقى احسن من كده كتير، لانك واخد كتير قوي من ذكاء، من نجاحات، من بركات، من نعم في حياتك، من ستر، من في حاجات كتير قوي. مفروض تبقى great not just good. الحاجات بقى اللي الغريب ان العلم النهاردة بدأ ينتبه ليها، وكل الكتاب من اول صفحة مركز عليها، ان the greatness، العظمة، مرتبطة بفضيلة اسمها humility. حاجة كانت بالنسبة للناس مرفوضة، العظمة يعني pride. No. العظمة في لغة الكتاب هي قد ايه انت متواضع هتبقى عظيم. تصوروا ان انا بقرأ كتب اجنبية دلوقتي بتتكلم عن كده، انه عظماء التاريخ اللي بجد فرقوا مع البشريه كانوا يتسموا بالتواضع. دي كتب سيكولر، مش دينيه. بيكتشفوا كده ان اللي فرقوا في تاريخ البشريه ايجابيا يعني دول كانوا ناس متواضعين. بصوا العظيمه عندنا امنا العذراء، مفيش اعظم من كده. سيدتنا كلنا وملكتنا وفخر جنسنا. كل ما تيجي سيرة العذراء كلنا نقول ايه؟ نظر الى اتضاعمته. على قد ما هي حاسة انها قليلة وضعيفة وخدامة عند ربنا، على قد ما عليت جدا. She is really great. She is not good. She is great. بسبب تواضع. بص لعيلة نوح. الحقيقة العيلة دي كلها كان فيها تواضع. اطاعوا نوح وفضلوا 100 سنة يعملوا فلك كل الناس بتسخر منه، وهما من أجل الطاعة للراجل ده صاحب ربنا ده اللي بيسمع صوت ربنا كملوا ووصلوا. فالعيلة دي عظيمة، لأنه الستة ولاد وستة ومراتاتهم سام حام يافس سامعين صوت نوح بما فيهم أمهم كمان. مملكة داود كان متواضع، كان متواضع فعلا من جواه، كان عارف أخطائه، ما كانش بيفتخر بنفسه أبدا، كان بيحب أعدائه من اتضاعه. عشان كده المملكة عليت
أعلى حاجة في تاريخ اليهود مملكة داود. قبلها أقل وبعدها أقل. اشمعنا داود؟ اشمعنا ربنا يسوع بيقول أنا ابن داود؟ قد كده يعني داود ده مليان أخطاء كان متواضع، فبيعرف يتوب ودائم التوبة ومزامير كتير توبة، عارف ضعفه بجد وبيجري على ربنا زي العيل الصغير، ويقول لشاول في يوم الأيام وراء من خرج ملك إسرائيل، وراء كلب ميت، وراء برغوث واحد، يا داود أنت ملك تقول على نفسك كلب ميت ولا ملك ولا بتاع؟ أنا أي كلام، هو ربنا جابني من وراء الغنم وعملني بني آدم. وبالروح دي عالي جدا مملكة داود أو عظمة داود. يشوع لأنه كان تلميذ يجري على ربنا، تلميذ موسى بيمشي زي ما موسى قال بالظبط، وصل أنه عمل إنجاز تاريخي في حياته. يوحنا المعمدان بتعبير رب المجد أعظم مواليد النساء، ده صاحب الشعار المشهور ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص، لست مستحقا أن أنحني وأحل سير حذاء. واحد من القديسين يقول الذي قال أنه لا يستحق أن يحل سيور حذاء بيده أخذ المسيح هذه اليد ووضعها على رأسه. فاهمين المعنى؟ لأن المسيح خلى يعني يوحنا يعمده، لأنه بيقول له أنا ما استاهلش أفك رباط جزمتك، يقول له عشان الكلمة دي هات إيدك اللي هتفك ده وأنا مستعد أتحط على رأسك. بصوا على القديس أنب أنطونيوس، بينشتي أب أنطوني، العظيم أنطونيوس. ليه؟ لأنه راجل متواضع، هو ساب مئات الأفدنة وراح أدى نفسه لحب المسيح، وفي البرية تمسك بالتضاع رغم الألفات اللي مشيت وراه، وبالتضاع صار عظيما. إذا نفتكروا if you want to move on from good to great لازم تشتغل على حاجة اسمها التواضع. اللي معطلك مش مواهبك وإمكانياتك وشخصيتك وقراياتك وشهاداتك وسنك، مش ده اللي معطلك. سوري to tell you، اللي معطلك كبريائك، اللي معطلك إنك شايف نفسك مظلوم، شايف نفسك تستاهل أكتر من كده، شايف نفسك شوفة، وعشان كده أنت مش بتتغير. لأنه how's life okay، لكن ممكن تبقى أحسن من كده كثير. تعبير تاني برضو عجبني، أنت بتبص من الشباك ولا بتبص في المراية؟ هما يقصدوا إيه في الكتاب اللي قال الجملة دي؟ يقصد أن العظيم اللي بيفكر في الجريتنس في العظمة دايما باصص لبعيد، فباصص لشباك، باصص للبعد الجلوبال، بعد عالمي. المسيح جه الأرض بيبص على العالم، ما كانش في ميديا ولا طيارات ولا فلوس، لكن جئت ليكون لهم حياة. مين دول يا رب؟ البشر. البشر هكذا أحب الله الايه؟ العالم جلوبال. ليه؟ لأنه باصص من الشباك للعالم كله من أجل الأفضل. للأسف الجود وبيقف عند جود، هو باصص في المراية ومعجب بنفسه، I'm good، أنا جميل. لا أنت مش جميل، أنت بس إيه المراية يعني. لكن الغشيم بقى مش العظيم، هو اللي بيبص في المراية عشان يفرح بنفسه. كل اللي مشغول بإنجازاته تحت رجليه مش هيتحرك للعظمة. كل اللي باصص إنه you could do better، ده اللي قاله المسيح، you can do well أو better، أنت لسه قدامك كتير. ده اللي قاله بولس العظيم لما قال أنسى ما وراء وأمتد إلى قدام نحو الهدف، جعلت دعوة الله العليا في المسيح. ايه ده الكلام الكبير ده؟ قال يعني ابقى العالم كله مسيح. يا بولس انت طماع قوي، انت بني ادم، انت بتتكلم في قد ايه بشر في زمنك، ما كانش معاك اي امكانيات، بس هو ده التفكير اللي يجيب العظمة. العظيم يشغله حلم كبير اللي قال عنها بولس، تختبروا، اتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. على فكرة ربنا عاوزك عظيم وانت اللي مش راضي، انت عاوز نفسك fine good كويس بس، وهو عمال يزقك to be great
لأن أنت ابن ربنا. كان عاوز قايين كده، ربنا مش ضد قايين بالأول، وإلا ما كانش قال له كده. كان عاوزه زي هابيل، هابيل عظيم لأنه قدم أحلى حاجة، لأنه اتملى حب، لأنه متواضع جدا، فكان عظيم ودلوقتي عظيم في السماء. الغشيم بيشغلوا الإنجاز اليومي، الغشيم بيشغلوا التصفيق. عارفين التصفيق يعني إيه؟ يعني عاوز الناس تسقف، عاوز اللحظة اللي ياخد فيها لايكات. الشباب اللي عايشين على اللايكات they will never be great، لأنه دول بيشحطوا لايكات. إنما اللي مش فارق مع اللايكات وباصص على هدف كبير، هو ده الحقيقة اللي بيتحرك صح. في مناخ للعظمة، في أتموسفير يطلع عظماء. يعني ما الواحد يفكر في أثناسيوس العظيم، المناخ اللي كان فيه، الأب العظيم اللي اسمه ألكسندروس، التلمذة، حفظ الإنجيل بتاع يوحنا بالذات وبقية الأناجيل كان مذاكرها جدا، الاجتهاد، التربية على يد أنطونيوس العظيم. بصوا الأتموسفير يخلق عظماء. تعالوا نعمل أتموسفير يطلع عظماء. عاوزين عيالنا أحسن مننا. مناخ التلمذة المستمر. أذكر سألت أرخم كبير في أحد الانترفيوز يعني، وسألت أب مطران كبير، جت نفس الإجابة كنتش متوقعة. بقول لهم إيه اللي محتاجاه الكنيسة النهاردة؟ الاتنين قالوا كلمة، التلمذة. كنتش فاهم، احنا في وعظ كتير. قالوا لي لا، الوعظ مش هو التلمذة، التلمذة دي حاجة تاني. واحد باصص على أبوه ماشي وراه بيقلده، وأبوه باصص على المسيح تلميذ للمسيح بيقلده، تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. تلمذة فيها كل جوانب الخضوع والنمو الروحي، الطاعة الشديدة. هو ده المناخ اللي يطلع عظماء. مناخ التدقيق، اللي بيبلع الخطية زي المية عمره ما هيتصلح، عمره ما هيتحسن. اللي واقف لنفسه على الغلطة، إن كان في البيت أو في نفسه أو في شغله أو في خدمته، من أكتر الكلمات اللي ضيعت حضارات كلمة معلش. أنا تهيألي الفراعنة ما كانش عندهم معلش، الله يسامحه اللي دخل معلش في القاموس المصري. الحمد لله من الحضارة الفرعونية، يعني from good to great. يعني لأنك تروح أي حتة في مصر تلاقي الشعار بتاعهم معلش. هي معلش معناها إيه؟ مفيش حاجة هتتغير، don't try، وأي غلطة ليها عذر، فيبقى مفيش فايدة. فاهمين الفكرة؟ لكن اللي عاوز يصلح، الكلمة دي مش موجودة في القاموس. يعني إيه؟ لا، لازم تدقق. ليه كذبت؟ معلش كله بيكذب، يبقى no way إنك تبقى إنسان كويس. وقعت في الإدانة ليه؟ القعدة كانت حلوة وسيرت الناس جميلة، معلش. لا معلش، يبقى مفيش فايدة. فهنا المناخ معناه تدقيق. مناخ التحفيز، دايما نفضل نعمل ايه؟ تسخين كده. بيقولوا افضل الفرق في العالم ان كانت كوره ولا تيفر، يقولوا المدرب العظيم دوره الاساسي انسبايرنج، موتيفيتنج، يسخن، يشحن، يخلي الواد من دول يا عيني يكسر الجبال بشويه ايه؟ تسخين كده، تحفيز. هل المناخ بتاعنا محفز؟ هل احنا بنشجع ولادنا كلهم يخدموا في الكنيسة، ولا بنقولهم مالكوش مكان؟ هل احنا المناخ بتاعنا جذاب قوي، سخن قوي، نخلي كل الناس تيجي تحب الكنيسة قوي، ولا المناخ ضل كده فتلاقي الناس بتجر رجليها؟ لا، تفرق كتير قوي. لو عاوز الكنيسة عظيمة تدخل العالم كله جوه ممكن، بس تعالى نعمل مناخ مختلف شوي. مناخ الأولويات الواضحة، يعني إيه؟ لا ده مش مهم، ما تكعبلناش، ده مهم، ده اللي هنركز فيه دلوقتي. في ناس كتيرة بيوتهم لخبطة عشان الكلمة دي، هو مش عارف أولوياته فبيضيع وقته. في أمهات كتير قوي حياتهم متكعبلة، يكبروا العيال والعيال تضيع ويقولك ما خدتش بالي. طب ليه ما صليتيش بيهم؟ كنت مشغولة. طب ليه ما قربتيش منهم؟ كنت مسروقة في حاجات تانية، طبيخ وغسيل. لا لا لا، انت ما عندكيش أولويات. فالمناخ ده ملخبط. مناخ التكامل والتشجيع والتفاهم، أزمة في بيوتنا المصرية التشجيع قليل.
لازم نعترف بكده، أزمة. التشجيع يخلق مجال كده من النجاح، رغبة تطلع في أولادك أغلى وأحلى ما فيهم طول ما أنت بتقول لهم أنتوا كويسين، أنتوا عظماء، أنتوا هتبقوا من غير كبرياء، تبقى واقعي في وقت مناخ من الصراحة والشفافية. إحنا بنواجه في مشكلة، أيوة في مشكلة، ما ينفعش نغمض عينينا عن المشاكل، إن كان شغل أو خدمة أو أسرة أو حياة روحية. كفاية نغمض عينينا ونقول ما حصلش حاجة، ما فيش حاجة، لا في. ولو عاوز تبقى great you have to face it، عشان كل حاجة ممكن يبقى لها حل، بس you have to face it. أختم وأقول ده نفس المعنى اللي قاله المسيح. You may have this life, your life more abundantly. هذه الحياة دسمة، هي دي بقى الجريت لايف. جئت لتكون لكم حياة وتكون هذه الحياة أفضل. نفس المعنى قاله بولس، هو بيكلم بتوع كولوسي من السجن. بتوع كولوسي دول حلوين قوي، وبيسألوا على لاهوت المسيح أسئلة بتاعت كليريكية في القرن الأول، وكانوا وثنيين، ففرحان بيهم بولس في السجن. ما كان شاف جاير الخادم بتاعه بأفراس يقول له عندهم أسئلة صعبة شوية، كده الرسالة دي صعبة في أول. يقول لهم بصوا بقى، أنا لما بسمع أخباركم بصلي لتمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، تسلكوا كما يحق للرب. بصوا التارجتس العالية دي، بصوا الجريت لايف، تبقى مليان من الحكمة وفاهم ربنا كويس قوي، وبتعمل كل حاجة صح في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، نامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناب فرح. You can be better. أنت كويس بس ربنا عاوزك أحسن. أنت أب كويس بس ممكن تبقى أب عظيم. أنت زوج كويس، معلش، بس ممكن تبقى زوج عظيم. أنت مدير كويس بس ممكن تبقى مدير عظيم. أنت خادم كويس وممكن تبقى خادم عظيم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.